في مركز البر والتقوى مساء الجمعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سيتلو علينا القراءة أستاذ مسعود الفنان صاحب الذوق العالي والفن الغالي والصوت الحالي إن شاء الله. نبارك له ونقول له فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا أستاذ مسعود اقرأ لنا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. الله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يا سلام يا سلام يا سلام. إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للعبرة.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ربك ويعلمك من
الله. طيب زد. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان Wow.
يوسف وألقوه في غيابة الجب. الله
أكرمي من وهو عسى صدق الله.